مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، هذه عودة وفي ضيافتنا الدكتور محمود الزواي. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا اخي العزيز، وتحياتي وصباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. اهلا وسهلا بك دكتور. طبعا عندنا اطلالة النهاردة متميزة على يعني احد الافلام المرشحة لجائزة الاوسكار، وكذلك يعني الذي يعتبر من الافلام الرائدة والقائدة للتوجه السينمائي من الناحية الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية حاليا، هو فيلم الكتاب الاخضر. يعني دكتور كيف يمكن أن تأخذنا لنتصفح معا يعني إذا صحت التسمية هذا الفيلم من خلال الاسم الكتاب الأخضر؟ تفضل. هذا الفيلم فيلم أمريكي واقعي يجمع بين الأفلام الدرامية والكوميدية والموسيقية والسيرة الذاتية، وهو مبني على شخصيات وأحداث حقيقية وقعت في عام 1962. الجنوب الأمريكي، يعني هو الفيلم يشمل أكثر من ذلك ولكن يركز على العام 1962. في ذلك الوقت الجنوب الأمريكي كان يعاني من التفرقة العنصرية ضد الأمريكيين السود، والفيلم يعني هذا العنوان، عنوان الكتاب الأخضر، مأخوذ من كتاب كان يوزع على المسافرين والمتجولين الأمريكيين الأفارقة، وعنوان الكتاب الكتاب الأخضر للسائق الزنجي. وتدور قصة هذا الفيلم حول جولة حقيقية وقعت في الجنوب الأمريكي بين شخصين في العام 1962. هذان الشخصان هما حارس أمريكي من أصل إيطالي أبيض، يعمل سائقا وحارسا وعازف لعازف البيانو الأمريكي الأسود الشهير، والحارس لحسابه. يعني بعد بداية صعبة تنشأ بين الاثنين، مع مرور الوقت تنشأ بينهما صداقة تدوم بينهما طوال العمر. يصطدم الحارس والموسيقي مرارا في بداية علاقتهما، ولكن مع مرور الوقت يتأثر السائق توني ديوان توني بمواهب الموسيقي دان، وبسوء المعاملة التي يتعرض لها هذا الموسيقار من المواطنين البيض في حفلاته الموسيقية حين يكون خارج المسرح. وبعد تعرض الموسيقار لتهديد مجموعة من الرجال البيض في أحد البارات، يهدد السائق المعتدين بإطلاق النار عليهم، ويطلب من الموسيقار أن يكون تحت حراسة الدائمة خلال الجولة. في نهاية الجولة بين الاثنين، يعني بعد خدمة سنوات عديدة، تنتهي دورة الموسيقار الأسود دان، ويتوجه هو وسائقه الأبيض شمالا إلى مدينة نيويورك. في نهاية علاقتهما للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع أسرتيهما، وعند الوصول إلى أسرة الموسيقار دان يقوم بدعوة السائق الأسود على العشاء، إلا أن هذا السائق يعتذر ويواصل التوجه نحو أسرته في سيارته. بعد ذلك يغير رأيه ويعود إلى منزل الموسيقار دان، ويشارك الاحتفال بعيد الميلاد في مع أسرته. يعني النهاية نهاية جميلة بعد كل المعاناة اللي بيتعرضوا لها الاثنين، وتنتهي نهاية سعيدة. جميل دكتور، يعني هل ترى حظوظا لهذا الفيلم يعني في مسابقة الأوسكار وترشيحاتها خلال هذا الموسم؟ في 8 أفلام مرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام، يعني هو الحد الأقصى للترشيح 10، ولكن السنة هاي في 8 أفلام. هذا الفيلم
مرشح لخمسة جوائز أوسكار، في أمامه خمس أفلام مرشحين أكثر، في فيلمين مرشحين لعشر جوائز وفيلمين مرشحين لثمان جوائز وسبع جوائز وست جوائز. ففي يعني المنافسة ستكون شديدة جدا، ولكن يعني صعب التنبؤ على يعني طبعا الأفلام المرشحة لعشر أو ثمان أفلام حظها في الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أقوى. هذا الفيلم يعني اللي بنتحدث عنه فاز، رشح حتى الآن يعني خارج جوائز الأوسكار، رشح لما مجموعه 121 جائزة سينمائية وفاز ب 43 جائزة شملت ثلاث جوائز كرات ذهبية لأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي وأفضل ممثل في دور مساعد ماهر شارع علي وأفضل سيناريو. أنا أتوقع أن يفوز الممثل ماهر شارع علي بجائزة الأوسكار لأفضل دور مساعد كما فاز بها في جوائز الكرات الذهبية. طيب دكتور، ليس بعيدا عن هذا، يعني هل تتوقع، ويهمنا يعني أن نعرف توقعك لهذا الفيلم الخاص الغنائي للممثل المصري الصاعد الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك في الفيلم الموسيقي، هل تتوقع أن يفوز في هذه الدورة بجائزة الأوسكار؟ خليني أقول لك، فيلم الكتاب الأخضر مرشح لخمس جوائز أوسكار مقارنة بفيلمين مرشحين لعشر أفلام لعشر جوائز وفيلمين مرشحين لثمان جوائز. دور رامي يعني ممكن أن يفوز بس صعب التنبؤ. بس خليني أذكر شيء يعني بتردد. تفضل. الدور الذي يقوم به رامي في الفيلم دور مثلي، يعني متأسف أقول لا ما هو جزء من الشخصية الدرامية عادي. يعني هي الـ 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 الممثلين والمخرجين والفنانين الذين يصوتون على الجوائز لا يهمهم مثل هذا الشيء، ولكن دوره في الحقيقة قوي جدا، وليس من المستبعد أن يفوز بجائزة أفضل ممثل، ولكن لا أتوقع للفيلم أن يفوز بجائزة الأوسكار أو أفضل مخرج. يعني الدكتور، هو طبعا الحديث عن الأوسكار ممتد، ولكن يعني هل عرضت لفيلم روما الفيلم المكسيكي المرشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي؟ هذا الفيلم يعني مثير للدهشة، فهو مرشح لعشر جوائز، وسبق ذلك أن رشح خلال العام لمتين وأربعة وثمانين جائزة، وهو ثاني فيلم في عدد الترشيحات بعد فيلم المفضلة، وفاز بمية واثنين وثلاثين جائزة، وهو ثاني فيلم يفوز بمثل هذا العدد من الجوائز. بنلاحظ يعني ترشيحات هذا العام فيها نوع يعني شيء جديد، يعني فيلم روما مكسيكي، فيلم الكتاب الأخضر من إخراج مخرج لأول مرة، فيلم يعني المفضلة كمان في يعني أشياء يعني إنتاج مشترك، يعني في ظاهرة يعني جديدة، يعني في أفلام فيلم أجنبي ومخرج يخرج لأول مرة مرشحين وما إلى ذلك، ولكن يعني النتائج دائما نتائج الأوسكار تشتمل على مفاجآت، وليس من المستبعد أن رامي يفوز بجائزة أفضل ممثل. جميل. يعني هل لنا أن نطمع ونأمل في أي فيلم عربي يعني يصل حتى إلى الترشيحات؟ في الفيلم اللبناني كفر نحوم لنادين المخرج نادين لبكي بين الأفلام الخمسة
الأجنبية المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي. وأنا في الحقيقة متفائل جدا لفوز هذا الفيلم المتميز، والمخرجة نادين لبكي لها يعني سجل عظيم جدا سينمائيا، وهي معروف أفلامها معروفة في المهرجانات السينمائية العالمية كمهرجان كان. دكتور زوي، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني ما هي النظرة الفنية التي تلقيها على الفعاليات في الشرق الأوسط ومهرجانات السينما العربية أو التي تتسم بالعالمية؟ ما هو المهرجان الذي يمكن أن نصفه بأنه أكثر المهرجانات العربية حضورا واعتبارا على المستوى العالمي؟ يعني في عندنا مهرجانات في قرطاج، في مهرجان في دبي، في أبوظبي، في القاهرة، في دمشق، فكيف تنظر للمهرجانات العربية؟ ما هو المهرجان الأكثر اعتبارا؟ يعني المهرجانات العربية في تقدم مستمر، وأكثرها نجاحا مهرجانات سينمائية في القاهرة وفي المغرب وفي دبي. يعني في 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 الحقيقة تقدم كبير جدا في هذا المجال، بالإضافة إلى نقطة مهمة أخرى هي ازدياد تصوير الأفلام الأمريكية والأوروبية في دول عربية. يعني في ازدياد كبير جدا. المغرب تحتل المرتبة الأولى في عدد الأفلام الأجنبية التي تصور في دولة عربية، تليها دبي ثم الأردن. جميل. المغرب يعني يتميز بتقديم خدمات مهمة جدا للمنتجين الأوروبيين والأمريكيين من حيث يعني المواد الفنية، الأوسكار يعني الممثلين، الكوادر، كومبار، المجموعات. يعني مثلا لما بيكون في فيلم حربي بيقدم لك 2000 جندي فعلا الاشتراك في المعارك. شايف القاهرة أو مصر كانت بالخمسينات والستينات الدولة الأولى العربية الأولى في تصوير الأفلام الأمريكية والأوروبية، بس مع مرور الوقت تغيرت الأمور، ولكن الآن بدأت يعني مصر تحتل موقع أفضل من الماضي في تصوير الأفلام الأجنبية. يذكر طبعا للتعليق فقط أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو المهرجان الوحيد الذي يحمل الصفة الدولية المعتمدة من الاتحاد الإعلامي للمهرجانات، صحيح دكتور؟ صحيح هذا الكلام دكتور، يستحق ذلك بكل فخر. شكرا جزيلا دكتور، طبعا كنت معنا في مداخلة مهما طالت فتظل قصيرة أمام حجم المعلومات والمعرفة التي تحملها لنا كل يعني شهر في لقائنا الشهري معك. دكتور زواوي، كل شكر والتقدير لك هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى لكم يوما طيبا. تحياتي لكم ولجميع المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا.